كل الشكر للسعيد والكابتن ايمن الزناتي وحسام محمود التصوير على هذا التقرير الرائع. احنا قلنا مع بعض الشعوذه والسحر اللي اتنقل من القسم الاول الى القسم الثاني. يمكن معانا النهارده في صيد الكاميرا كلام هيعجبكم قوي. معانا بخور في بلديه المحله، في نادي بلديه المحله، قبل المباراه جاب واحد كده اللي احنا شايفينه على الهوا عمال يبخر الملعب وجايب ابنه معاه كده عشان ربنا يكرم والمحله يصعد، بلديه المحله تصعد. يعني ايه؟ احنا عندنا ناس بترش ميه وناس بتبخر، البخور ده احنا متعودين عليه. لكن احنا عندنا حاجات ثانيه برضو نازل، برضو دي مباراه ثانيه، يعني دي كانت في مباراه ودي مباراه. بس احنا كنا بنرصدها بكاميرات حلم الاضواء على اساس ان يعني ايه ربنا يكرمهم. يا ريت، هو البخور مش سيء، لكن السيء بقى ان اشوف نشوف ناس بتذبح ارنب. ومش معنى ارنب، يعني احنا معانا ارنب بتذبح في شربين، وفعلا شربين كسب زي ما احنا شايفينه على الهواء. ده بياخدني الكلام يعني هنا بخور وكذب 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 1-0. انا بسال سؤال هنا بقى كابتن اكرم، ها، هل الرش الميه اللي حصل وشفناه في نادي الزمالك، وبعدين ده يذبح خروف وده يذبح ارنب، مش معنى ارنب ومش معنى خروف ومش معنى بخور، هي دي هتخش في طريقه اللعب. يعني هنقول النهارده ايه؟ هنلعب 4-3-3 مع ذبح ارنب، والفرقه الثانيه هنلعب 4-2-4 يا كابتن محمد مع بخور، والزمالك هيروح يلعب بطريقه 1-3-2-1 برش الميه. هتخش الخطط ولا رش رش الميه عداوه سريعا كده يا كابتن؟ رش الميه عداوه، والله احلى تعبير قلت كابتن محمد. كابتن خليل، انا اعتقد بس ان هي بتبقى ثقافه مدرب، ثقافه لاعب، ثقافه مجلس اداره. اعتقد ان هي يعني تقع تحت نطاق اللي هي الجهل شويه، لان احنا بنعتقد بامور يعني نقدر نقول امور غايبيه. نتمنى انها ما تشوفهاش، ما تستمرش عندنا. نتمنى طبعا احنا عندنا حاجات ثانيه. لو كده لو كده كنت عايز اقول حاجه، بس انا عايز اقول حاجه على حته البخور ديت. لا، واحنا من واحنا صغيرين وعم الراجل ده بيرش على طول، انا على طول بينزل يبخر الملعب ماشي، لكن ده بس دي حاجه عاديه. لكن انا طب ايه رايك بقى في اللي بيخرج من 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 الملعب ومش لاقي عربيه اسعاف، وشايلونه يا كابتن محمود على عربيه مواشي؟ يمكن معانا الصوره ديت، لو جاهزه كده نشوفها مع بعض. بص، لعيبه صاب يا كابتن، مفيش عربيه اسعاف، مودينه المذبح ولا ايه؟ الناس اللي بتؤمن بالسحر والشعوذه، بص، واخدينه اللعيبه يا كابتن، مش لاقيين، مدخلين عربيه مواشي كانت بالصدفه معديه من جنب الملعب يا كابتن اكرم. طب هنا دلوقتي، طب هنا دلوقتي مش في القانون ان الحكم ما يلعبش المباراه من غير لا بيعملوا غرامه يا كابتن، ما توقفش المباراه. انا في لجنه المسابقات ما بيوقفوش المباراه، يقول لك العب واكتب. طب وبعدين؟ طيب لو واحد زي ده بقى، حاله زي دي تعمل ايه؟ بلعيب لا قدر الله حصل عنده اغلاق، لعيب جرى له اي حاجه، لعيب تعالى شوف حاجه ثانيه. مركز شباب ابو الغيط، مركز شباب ابو الغيط عندنا في الاليوبيه، احنا كنا لسه بنتكلم على مراكز الشباب مع الكابتن مجد الشيخ، وبيتكلم مع الكابتن احمد سعيد. الصوره معايا، بص، خارجه من الملعب ازاي يا كابتن؟ مراكز الشباب اللي مليان القسم الثاني والثالث ومفيش دعم. ده عادل امام، ادي ما دي بقى تخش الفيلم بتاع عادل امام. يا كابتن نعتبره نشاط اقتصادي. ده نشاط اقتصادي. نشاط اقتصادي يعني هم بيخرجوا الخرفان عشان هيبداوا الماتش، وبعد الماتش وما يخلص يرجعوا تاني الخرفان. دي صوره ليك يا سياده الوزير، برضو برجع اقولها لك تاني، ما تزعلش مني يا باشمهندس، انا بحط ايديك. الكابتن مجدي الشيخ كان بيقول ان البرنامج بيساعدنا ان احنا بنوصل لهم السلبيات، احنا مش ضد حد. برضو انا لما الاقي حاجه في مركز الشباب ووريها لك، انا برضو بوريها لك عشان نقضي على السلبيات ونوصل مع بعض للايجابيات. كل الشكر ليك يا كابتن، والله انت اسعدتني، وبشكرك تاني مره لانك انت جيت من نابورو على هنا على طول عشان تلبي الدعوه بتاعتنا. والطريق كان زحمه جدا. كل الشكر ليك يا كابتن، ونورتني وشرفتني يا كابتن. انا سعيد ان ان شاء الله يا كابتن اكرم تكون معايا في حلقه وعد، يعني باذن الله قادمه ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بس هي مشكلتنا ان احنا عندنا المباريات يوم السبت، يا اما في نابورو يا اما في دمياط، يا اما يعني ممكن نغير ميعاد البرنامج. كابتن محمد فاروق شرفتنا، شرفتنا يا كابتن محمد. قبل النهايه بس نختم، انا حضرتك على موضوع السحر والشعوذه، الكلام اللي قاله الكابتن احمد حسام ايده امبارح كلام لازم نقف عنده. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كون ان يتواجد شيخ مع الفريق كل مباراه مقابل 7000 جنيه ده كلام لازم نتوقف عنده. نقطه ثانيه، المستشار مرتضى منصور
طول ما هو موجود على المنظومه. كلها تصريحات يا كابتن محمد، برضه صرحوا في النادي الاهلي وقالوا ان النادي الاهلي كان يستعين بشيوخ والاعمال وزمايكا، كل ده كلام يقوله نقطه المستشار مرتضى منصور حوارات في مقاطعته للاعلام، وكون ان نادي الزمالك كل مباراه عدم حضور المؤتمر الصحفي وغرامه 15000 جنيه على نادي الزمالك، مين يتحملها؟ لا انا عايز بس نقطه اخيره، بس الوقت بيبهمني، اتفضل يا كابتن. لو احنا بنتكلم في السحر والشعوذه، كانت مثلا دول المغرب وصلنا كاس العالم، لا المغرب ويعني والناس اللي هم جايين في السحر كانوا وصلوا لكاس العالم وخدوا بطوله كاس العالم. انا لا اؤمن بهذا، لان السحر لا يغير الواقع، يعني ديت حاجه ما يعني ما لا يغير الواقع. الواقع ان احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. انا سعيد جدا بوجودكم معانا، بشكركم مشاهدينا الكرام على وعد ان نستمر معكم ان شاء الله كل يوم سبت في نفس الموعد. بفكركم ان شاء الله ان الاعاده غدا الاحد الساعه 5، ويوم الجمعه القادم ان شاء الله الساعه 5. لكم مني كل الشكر، والسلام عليكم.